وأننا لدينا امتياز أن نصلي إلى الله لأجل هذا الخلاص الرائع. في دراستنا المقبلة سننظر أكثر إلى موضوع الخلاص هذا، وبعدها سنعود إلى إنجيل مرقس الإصحاح 5. هذا كل ما لدينا من وقت لهذا اليوم حتى دراستنا المقبلة. ليبارككم الرب بغنى. شكرا لإصغائكم، رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po Box 1332 Alameda dot CA 94501.USA أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.